جمعية كتابي كتابك لثقافة الطفل والأسرة من أهدافها بناء مكتبات في المناطق الأقل حظا، وأيضا تشجيع ثقافة القراءة للأطفال والكبار. رح نحكي عن عدة نشاطات عم بيقوموا فيها. منرحب بهناء الرملي المهندسة رئيسة جمعية كتابي كتابك لثقافة الطفل والأسرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح فيكي. الخير لكل أسرة دنيا دنيا ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أيضا معنا الكاتبة صحفية إيمان مرزوق. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا. الجمعية يمكن استضفناك أكثر من مرة وحكينا عن إنجازاتها، رح نحكي عن آخر حملات وآخر نشاطات للجمعية، وهي حملة كتاب في الإيد ولا عشرة على الشجرة. كتير حلو اسم الحملة، ملفت للنظر، وبتوقع يعني هيك الفكرة واضحة من اسمه. حكينا عن فكرة الحملة. حملة كتاب في اليد ولا عشرة على الشجرة، الفكرة منها أنه نشجع الناس تقرأ في الأماكن العامة. قدي إحنا عنا وقت من نقضي بالمواصلات وبالمول بالمطعم بالكوفي شوب بالانتظار قاعة الانتظار بمستشفى أو مطار أو أي مكان بنفس الباص أو السيارة أو التاكسي، فكل هذا الوقت المهدور حرام يضيع، فممكن نستثمره بالقراءة. أكيد في ناس بتقرأ بالأماكن العامة عنا بمجتمعنا، بس للأسف عددهم قليل، وشكل القارئ في المكان العام بكون ملفت للانتباه إنه هذا شو بيعمل، يعني ليش بيقرأ. بتلاقي كل الناس مستغربين بيطلعوا عليه اللي بيقرأ. بالوقت اللي في دول برا، يعني ما بدنا نقارن حالنا فيهم، احنا اكيد عنا عاداتنا وتقاليدنا إنهم بيقرأوا في اي مكان، على الشاطئ وفي في المقاهي في المطاعم في المترو في القطار، في كل مكان. فليه ما احنا نكون ما عنا الوقت وعندنا الطاقات لنسخرها في مجال القراءة. يعني الفكرة إجت من مشهد منشوفه كتير برا، إنه عن جد منلاقي كل دقيقة مستغلينها بالقراءة. يعني بدل ما نكون قاعدين نستنى باص ولا سيارة ولا أي وسيلة نقل، إحنا منكون مفروض نقرأ بدل ما نطلع على بعض ولا نحكي ولا نمزح. بس كيف كنت ترسخوا هيك فكرة بموضوع المواصلات؟ لأنه زي ما حكيتي عادة نقعد نطلع على الشخص اللي بيقرأ إنه شو بيعمل. ومرات بيفكرون عنده امتحان ثاني يوم، بيسألوه انه عندك امتحان بكره، يعني وكل هي حملة كتاب في اليد والعشرة على الشجرة، انه بتعني انه الكتاب في ايدك اهم من اي شيء ثاني في الحياة. يعني هي قد ايه بتعزز ثقافتك وشخصيتك ورؤيتك للحياة وتوسع لك افاق اكثر. صحيح. انه اطلقناها احنا بشهر 12 2011، كانت في دوار باريس، بنفس دوار الحاووس في جبل الويبدة. كان معنا فنانين مثل الفنان زهير النوباني، نوجه له تحية، ومصبح عليه الإعلامية عروب صبح كمان نوجه له تحية. قرأوا قصص للأطفال بأسلوبهم الحلو المحبب، وهم كشخصيات في مجتمعنا محبوبة يعني للأطفال وللكبار. صح. ولفتنا انتباهنا نفس أهل الويبدة بالمنطقة الدوار وأجوا شاركونا، إضافة لأنه إحنا أعلننا بأكثر من مكان بالفيسبوك وبالتويتر وبالإذاعات وبالتلفزيونات إنه يجوا ناس يشاركونا. لقيت إقبال كتير حلو بأول مرة، والفكرة إنه كل شهر تكون في مكان مختلف، في مكان عام مختلف، كل مرة حنعلن بمكان حيكون مفاجأة للكل يعني. فإحنا لما قررنا بهذا الشهر يوم السبت في عنا القراءة حمل، يعني فعالية لنقرأ في المول ضمن الحملة. حلو، لنقرأ في المول. إيمان، تقرأي وانت بتستني أو عندك وقت فراغ؟ أكيد أكيد، مو دائما يعني، حتى ما نكون نبالغ بالموضوع، بس بحب يعني لما أكون مثلا بالمواصلات بطريق بسفر بحب يكون معي كتاب أكيد. أنت مشاركة إيمان بالحملة الثانية اللي هي أطير أو لا أطير، منشجع الأطفال على القراءة ومنلفت النظر لكتاب جديد وكاتب. أنت رح تكوني بهالحملة يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء إن شاء الله، عن كتاب اسمه كتير حلو، كسار الزبادي. كسار الزبادي. أحكي لنا عنه. أول شيء خلينا نحكي عن مشروع أطير أو لا أطير. هو أحد مشاريع جمعية كتابي كتابك، كمان لتشجيع الأطفال على القراءة وللتعريف بالكاتب الأردني يعني خصيصا، وبالكتاب كتاب الأطفال. فمشروع أطير أو لا أطير، هي الفكرة أنه الاسم شوي غريب، أنه أطير أو لا أطير، أنه شو دخله بالقراءة، ممكن أنه هيك الناس تسأل. الفكرة أنه أنت لما تقرأ كتاب
بيعطيك القدرة أنه أنت تحلق وتنتقل لعوالم تانية، تنتقل للمستقبل، تروح للماضي، تعيش الحاضر بس بمكان تاني، ممكن تسافر على قارة تانية. بمجرد أنه أنت فتحت صفحات هذا الكتاب بيعطيك أفق أوسع وبيعطيك القدرة على التحليق. فمن هون إجت فكرة المشروع واسم المشروع، أنه أطير أو لا أطير، أقرأ أو ما أقرأ، أكون موجود، يكون أفقي واسع ولا ما يكون. فإن شاء الله حيكون هذا المشروع طوال السنة، حيكون فيه تقريباً 6 احتفالات، يعني بمعدل إن شاء الله حيكون كل شهرين حفل. الحفل الأول اللي حيتم فيه إطلاق مشروع أطير أو لا أطير حيكون فيه إشهار وتوقيع كتابي كسار الزبادي، ورح يتضمن الحفل إن شاء الله حيكون في مسرح دمى هاند بابتس. حيكون هذا العرض بيحكي عن فكرة الجمعية وعن تشجيع القراءة، وحتكون بقية العروض كلها مستوحاة من كتاب كسار الزبادي. بقية العروض بنفس اليوم؟ نعم هو حيكون حفل كله متكامل، يعني بيهدف حتى تكون مناسبة إصدار كتاب جديد شيء بيشبه الحفل، المهرجان، الكرنفال، شيء بيجذب الأهل إنه يجيبوا أولادهم إنه في كتاب جديد. حلو. في فرحة وفي عيد زي ما إحنا حنحكي في المسرحية. لحتى يجوا يشوفوا هذا العرض اللي حيكون فيه، حيجمع عدة فنون. حيكون في مسرح بابتس، حيكون في مسرح خيال الظل، واحدة من القصص اللي هي قصة كسار الزبادي. هلا كسار الزبادي فيها 3 قصص صح؟ هي مجموعة قصصية فيها 3 قصص، حكاية العصافير الثلاثة وشجرة المشمش وكسار الزبادي. فالقصة الأولى حتكون منفذة على شكل فيلم، فيلم سينما القصص المصورة، حيقدروا الأطفال إنه يشوفوها كعرض فيلم. والقصة الثانية شجرة المشمش، احنا حتى ما يعني الكتاب كله نكون مقدمينه للأطفال، إنه يعني نخلي لهم متعة القراءة كمان، حتى يعني ياخذوا الكتاب ويقرؤوه بالبيت. القصة الثانية شجرة المشمش راح نترك متعة قراءتها للأطفال بيقرؤوها او الأهالي بيقرؤوها للصغار. وكسار الزبادي رح يتم تنفيذها على شكل مسرحية خيال الظل، كسار الزبادي القصة الثالثة. حلو. بالإضافة لأغنية حتكون كمان أغنية مشروع أطير أو لا أطير، يعني جملة من الفنون والكرنفال، وحيكون في فقرة للتواصل مع الأطفال ونسألهم عن رأيهم، عن رأيهم بالكتاب. أنا رح أسألك عن عنوان الكتاب بحد ذاته غريب، لكن بدي أسألك عن فكرة أطير أو لا أطير، فكرة حلوة وغريبة. شو كان الهدف من إنكم تزيدوا أو تضيفوا موضوع الكاتب والقصة؟ هلا احنا بجمعية كتابة كتابك بنركز كتير على تشجيع الأطفال على القراءة. بحب أحكي إنه احنا خلال سنتين ونص كنا مبادرة، وبعدين صرنا جمعية. أسسنا مجموعة مكتبات بالمناطق الأقل حظا، قريب 9 مكتبات، والمكتبة 10 بقيد الإنشاء. الهدف إنه نوفر كتب للأطفال في المناطق الأقل حظا عشان ونقيم لهم أنشطة لتشجيعهم على القراءة وارتياد المكتبات اللي احنا أسسناها. كمان نشتغلنا على موضوع تشجيع الأطفال على القراءة في المناطق الأوفر حظاً، يعني لكل أطفالنا في الأردن، إنه نحفزهم على القراءة ونشجع الأهالي إنه يقتنوا كتب للأطفال أو ياخدوا أطفالهم لمكتبة العامة أو يستعيروا من مكتبة المدرسة أو يستمعوا لقصص وهيك. فهذا واحد من ضمن المشاريع، إضافة لمشروع حملة كتاب في اليد والعشرة على الشجرة، مشروع ثقافي تبنينا إنه يكون في لقاء مباشر بين الطفل وأهله والكاتب، واحتفاء بكتاب جديد صدر. يعني ممكن نحتفل بكتاب صدر من كم سنة يكون قيم وحلو، أو مجموعة كتب لكاتب أو كاتبة. عنا بالأردن كتاب أطفال مميزين ورائدين وعندهم تجارب رائعة، حائزين على جوائز. المشكلة إنه مجتمعنا الأهالي ما بيعرفوا هدول الكتاب، في فجوة بين الكاتب المتخصص بقصص الأطفال والأهالي. حتى الطفل اللي بيقرأ نعرف دايما، يمكن والمشاهدين هيك ممكن يحسوا بالجملة اللي حكيها، إنه إحنا وإحنا أطفال قرأنا قصص كتير بس ما بنتذكر الكاتب. مين الكاتب؟ بتتذكري اسم القصة السلسلة بس ما بتعرفي مين الكاتب. فهذا إشحاف بحق الكاتب. المفروض إنه الكاتب هذا جهده، يعني خبرته وثقافته، مخزونه الثقافي، فليه ما يكون هذا الكاتب؟ يعني نقرب هاي، نحاول نسد هاي الفجوة ونقرب المسافة بين الأهالي والأطفال والكاتب والكتاب. ففكرة اللقاء بين
الأهالي من خلال احتفال. إحنا عاملين حفل متكامل مثل ما حكت صديقتي إيمان مرزوق، حفل متكامل مسرح دمى اليد ومسرح خيال الظل والحكواتي، وفي أغنية خاصة بالفكرة لنجعل من القراءة بهجة ومتعة، ومن فكرة كتاب جديد صدر عنا في الأردن أنه يكون احتفاء فيه لهذا الكتاب. موضوع دمج الفن، الرسم، الغناء، الحكواتي، شو هدفه؟ برضو التشجيع على القراءة. احنا بنحاول نستخدم كل أنواع الفنون لنشد الأطفال على القراءة. يعني ممكن تستغربوا الشهر الجاي نطلع لكم فكرة مختلفة ما لها علاقة في الكتاب، وفي فكرة جديدة حنشتغل عليها لنحبب الأطفال على القراءة. يعني بطلع معنا كل فترة دائما في مفاجآت. في مفاجآت. طب كسار الزبادي، يعني هلا عشان في بنعرف مثلا بثقافات بيكسروا زبادي، في طائر، شو قصة كسار الزبادي؟ هلا هو كسار الزبادي، يعني اي حدا بيشوف الغلاف او بيسمع الاسم، يعني كثير قلال الناس اللي بيعرفوا شو هو كسار الزبادي. فحتى الاطفال انه كثير منهم بيسالوا انه شو كسار الزبادي، انه ولد شقي بيكسر الزبادي، او هل شيء له علاقه بحضاره اليونان انه عندهم عاده تكسير الصحون. فأنا بضحك، يعني أحياناً بجاوبهم وأحياناً بقول لهم لا، أنتوا بس تقرأوا الكتاب رح تعرفوا مين هو كسار الزبادي، وأنتوا رح تتعرفوا عليه. هلأ كسار الزبادي بثقافة بلاد الشام بيسموه كسار الزبادي، هون في ناس بيسموه كوكو، في ناس بيسموه بليس، في ناس بيسموه، في عدة تسميات يعني دارجة. هلأ شو هو كسار الزبادي يعني كحقيقته؟ اللي هو جزء من بذرة نبات الخرفيش اللي بيطلع بالبرية بكل مكان بالأردن. فهاي بذور الخرفيش بيحملها كسار الزبادي، اللي هو عبارة عن هيك مثل شعيرات هيك صغيرة بتطير تحمل هاي البذرة، يعني بتنشرها في بأي مكان. فهذا كسار الزبادي أو بليس أو كوكو أو لولو أو شو ما كانت التسمية، مرتبط كتير بالأطفال لأنه بيكون موجود بالشارع بالحديقة، وبلفت انتباه الأطفال أنه هو كتير خفيف وبيطير من مكان لمكان، فالصغار بيلحقوه بيحاولوا أنه يمسكوه. إحنا هيك كنا إحنا وصغار أنه نمسكه، وفي عادة هيك موروثة ما بعرف شو أصولها بالضبط، أنه كنا نمسكه ونتمنى أمنية ونطيره بالهواء ونستنى أنه هيك ربنا يحقق لنا هاي الأمنية. فمن هون أنا من هاي الذكريات، ذكريات الطفولة، استوحيت قصة كسار الزبادي، وكان شخصية حتحضروا الحفل إن شاء الله وتشوفوا شو حكاية كسار الزبادي. حلو حلو الفكرة. بس هو مش ولد بكسر الزبادي، هو عبارة عن بذرة نبتة. حلو. كيف اخترتوا قصة أو إيمان ككاتبة على في أسس معينة بتعجبكم قصة، أو خلينا نحكي أطفال بيحكوا لكم عن قصة معينة حبوها؟ هلا احنا كجمعية كتابة كومانيين بالمكتبات اكيد لنا علاقة وتواصل مع كتير كتاب بالأردن مميزين، وان شاء الله حيكون في لهم لكل واحد نقدر نوفي حقه ونعمل له حفل هيك مشابه خلال عام 2012، ونمده للعوام القادمة، يعني المشروع يستمر لنشمل أكبر عدد ممكن من الكتاب. الفكرة هي إيمان مرزوق معي من المتطوعين بالمبادرة قبل ما نكون جمعية، وكانت معنا باحتفالات حفل افتتاح مكتباتنا الفترة الماضية، وكانت دائما معها كتبها قبل الكتاب. هذا في عندها مجموعة كانت توقع للأطفال في المناطق الفقيرة، وبالنسبة للأطفال إنه يجي كاتب ويوقع كتابه وكل طفل باسمه، هذا شيء كتير جديد عليهم وعمرهم ما حضروا هيك شيء. فكانت إيمان بادرة منها إنه تكون معنا وتهدي كتبها. حتى كتاب كسار الزبادي كنا مع الأيتام في العيد، كان كتابها صادر جديد، كمان وقعت للأطفال، وكان في مسابقات ثقافية وجوائز، كانت من ضمن الجوائز. إحنا دائما نحرص بفعالياتنا مع الأطفال بالمناطق الأقل حظا إنه نعملهم أنشطة ومسابقات، والجوائز والهدايا تكون كتب أطفال. حلو. حتى يحس إنه هاي هدية وجائزة هو أخذها لأنه بيستحقها، فبيعتز فيها أكثر وبيحتفظ فيها وبيقرأها وبيفخر فيها قدام كل أصحابه وقرايبه هيك. إيمان، هاي ثالث كتاب للأطفال، والكتابة للأطفال مش شيء سهل أكيد. شو حسيت العنصر اللي لازم يتوفر بالقصص اللي بتجذب الطفل وبتثير اهتمامه؟
هلا مثل ما تفضلتي الكتابة للأطفال شيء ابدا مو سهل، مع انه يعني للاسف في يعني في ناس بالوسط بيستسهلوا هذا الموضوع انه هذا ولد استخفاف صغير، شوي بيكون في استسهال واستخفاف يعني لحد كبير انه هذا الطفل انا ممكن احكي له اي قصه وخلص يعني ممكن تعجبه. بالعكس الكتابه للاطفال فينا نقول انه هي شيء سهل ممتنع، يعني اللي بيمتلك هاي الموهبة أو هاي الخاصية وبيشتغل عليها ممكن يلاقيها فيها نوع من التلقائية، بس اللي يعني جديد كليا على المجال ممكن يفكر إنه أنا بقدر، يعني طب شو هاي القصة كتير بسيطة، أنا بقدر أحط شخصيات وأعمل أحداث وأعمل قصة للأطفال. لا، الموضوع مو بهاي السهولة. الصعوبة وين تكمن؟ الصعوبة إنه بدك تطرحي شيء للطفل، يعني أهم شيء بتهيألي المسؤولية. يعني أنت لما تكتبي للكبار، الكبير يعني نضج ووعيه كامل وتام وبيقدر يحكم وين الصح وين الغلط وتكونت مبادئ وأفكار. أما الصغير يتأثر. أما الصغير يعني أنت شو بتعطيه، هو مثل ما بيقولوا يعني فينا نقول إنه هو صفحة بيضة، شو ما بتحكي قدامه، شو ما بيقرأ، شو ما بيشوف، كيف أنت بيشوفك قدوة قدامه، كل هذا بيرسخ بعقله. فبدك تكوني منتبهة لما بدك تقدمي عمل للطفل يكون في عدة عناصر. أول شيء يكون في فكرة، في هدف، في معنى سامي أنت بدك توصلي له إياه، معنى إنساني سامي. بنفس الوقت ما تقدمي هذا الشيء بقالب إنه أعمل هيك وما تعمل هيك وهذا خطأ وهذا صح. لا، من حق الطفل إنه يحصل على مادة فيها معنى حلو وفيها هدف وفيها فكرة وفيها فائدة وفيها معلومة، ولكن بإطار لطيف، بإطار لغوي صحيح، بإطار فني إنه هو يتذوقه، يكون في نوع من السحر، نوع من الـ من الـ من الخيال، نوع من التشويق. فيعني كل هاي عناصر بتلعب دور. حتى الشكل الخارجي للكتاب، أنت لما تقدميه للطفل لما يمسك كتاب ويكون ما في ولا رسمة ولا صورة طبعاً. أو إخراجه سيء أو رسومه سيئة طبعاً. ما رح يشد الطفل. هذا رسمك لأنك أنت كمان ترسمي ولا مش لا رسمك؟ الكتاب من رسم الفنان راني البرقاوي. أوكي، بس أنت بترسمي؟ برسم، أنا برسم فن تشكيلي، لوحات وهيك. بس الرسومات كتاب كسار الزبادي للفنان كتير مميز اسمه راني البرقاوي. فعدة أمور بتلعب دور بالكتاب اللي بده يتقدم للأطفال. صح. القيمة، المعنى، المستوى الفني، الشكل الإخراجي. أنت شو قدمتي معاني معينة لهذا الطفل، أنت بتكوني مسؤولة عنها، لأنه صح. هاي القصة راح ترسخ بعقله وبجوز ما ينساها بحياته. يعني يعني عم بتقدم شغل كتير حلو أو يعني في تعب. فبهمني أرجع أذكر إمتى راح تكون إيمان بأطير أو لا أطير، وكمان حملة القراءة عند المواصلات. يوم الثلاثة 31/1 في المركز الثقافي الملكي للمسرح الدائري الساعة 6. هذا أطير أو لا أطير؟ أطير أو لا أطير هو مثل ما قلنا إطلاق لمشروع أطير أو لا أطير، مشروع ثقافي عربي واحتفال بكتاب إيمان مرزوق كسار الزبادي. منرحب بكل الحضور وتعالوا جيبوا أطفالكم لأنه مجهود متعوب عليه. في الفيلم القصير اللي نعمل لقصة لواحد من القصص شركة خربيش تعاونوا معنا بنشكرهم، وفي شركة مسموع عم قاموا بالتسجيلات المطلوبة، فالجهد متعوب عليه، وبيت الحكايات والموسيقى كمان. حتى دعمونا وزارة التربية والتعليم وبيت الحكايات والموسيقى باللوازم. هذا بالنسبة ليوم الثلاثة 31/1 الساعة 6 عشان أكد. بالمركز الثقافي الملكي برعاية معالي وزير الثقافة. برعاية معالي وزير الثقافة السيد صلاح جرار، مشكور وافق على الرعاية تقديرا للمشروع، منحيه كتير. الفعالية اللي هي الأقرب يوم السبت الساعة 4 عصرا لساعة 7 في سيتي مول في الطابق الأرضي، حيكون في معنا مكتب صغيرة، حيكون في جلسة مرتبة للكبار ليقرأوا كأنه في مكان في مكتبة عامة، وبنفس الوقت في ستيج وركن خاص بالأطفال. حيكون معنا برضو الإعلامية المميزة عروب صباح، حتقرأ قصص للأطفال. حيكون معنا سيدة ربيعة الناصر بيت الحكايات والموسيقى، هي سيدة رائدة بهذا المجال، حتقرأ قصص للأطفال. حيكون معنا الكاتبة المميزة تغريد النجار، حتقرأ قصص للأطفال، وفي قصص برضو مصورة حتكون على الشاشة مع شخصيات كرتونية
أشخاص لابسينها يعني لنشد الأطفال سواء اللي جايين وعارفين إنه إحنا في عنا فعالية ليحضرونا أو الأطفال والأهالي اللي جايين على المول يعني بالصدفة وشافونا إنه يعرفونا أكتر ويهتموا في موضوع القراءة في الأماكن العامة. هذا رح يكون يوم السبت. يوم السبت من الأربعة للسبعة إن شاء الله. طيب قبل ما أشكرك بدي أعرف كيف تفاعل الناس إذا عن جد عم بتساهموا بتفعيل دور القراءة وثقافة القراءة عند الأطفال والكبار. هلا احنا في جمعيه كتاب كتابك دائما عندنا مشاريع لتشجيع الاطفال على القراءه بنشتغل عليها حفلات ورحلات تعليميه وبنفس الوقت ترفيهيه للاطفال لنشجعهم لارتياد المكتبات للاطفال اللي بالمناطق الاقل حظا لغايه هلا ردود فعل الناس والمدرسين في المناطق هاي بيشيدوا بدورنا كونه انه الاطفال في هاي المناطق صاروا شخصيتهم تطورت اكثر صار عندهم ثقه بنفسهم اكثر صاروا يحاوروا عندهم القدرة على الحوار ممكن يذكروا اسم كتاب ويحكوا لأصدقائهم صاروا بيعرفوا أنه أسماء كتاب عنا بالأردن أو أسماء سلسلة كتب فهذا الشيء أنه حتى صار تحصيلهم العلمي أحسن ممتاز. علاماتهم بالمدرسة أحسن هذا الشيء كتير بيسعدنا نفس الأهالي بيقولوا لنا صاروا الأطفال أكثر هدوءا احنا بنعرف أنه القراءة قد بتخلي الخيال والإنسان وبتريحه تفتح له آفاق أوسع فهي كانت من ضمن الأشياء اللي حسستنا بالمسؤولية أكثر لنتابع بهذه برامجنا اللي ومكتباتنا القادمة إن شاء الله وفي عنا ب 2012 كتير مشاريع إن شاء الله حنقولكم شو ردود فعل الناس عنها وشو تأثيرها على الناس إن شاء الله نشكركم يعطيكم ألف عافية على هالرسالة اللي عم بترسخوها عند أطفالنا شكرا لك المهندسة هناء الرملي رئيسة الجمعية والكاتبة والصحفية إيمان مرزوق شكرا حضوركم تشرفتونا كاملين معكم في دنيا يا دنيا الصبح حكينا أنا ورندا رح يكون معنا الفنان زيد شوقي رسام على الزجاج لكن للأسف نعتذر منكم ما قدر يكون موجود معنا لظروف خاصة بعد الفاصل مكملين معكم خليكم